السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مادة اللغة العربية الصف السادس الابتدائي والفصل الدراسي الأول، والوحدة الأولى بعنوان حياتك بين يديك. الدرس الثاني نصائح أب، وهو قرآن كريم. النهاردة معانا نص قرآني يا ولاد، وإحنا عارفين إن النصوص ثلاث أنواع. أول نوع القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى، والحديث الشريف وهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخيرا النوع الأخير وهو الشعر، وهو أحد الشعراء الذي يمتلك موهبة الكلام والأدب. وإحنا النهاردة معانا نص قرآني بعنوان نصائح أب، وفيه نتحدث عن بر الوالدين وطاعتهما، حيث أمرنا الله تعالى وأمر الأبناء ببر الوالدين وطاعتهما، ونهي عن عصيانهما. وفي الآيات الكريمة التالية موقف أسري كثيرا ما تحدث مواقف مشابهة له للأسف، حيث يرفع الأبناء راية العصيان في وجه آبائهم، وتأتي هذه الآيات مثالا لمن عصى أمر أبيه فكان مصيره الهلاك مهما اغتر بقوته. ويأتي هذا المشهد ضمن مشاهد الطوفان، حين أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بأن يصنع سفينته في الصحراء لتكون سبيل النجاة لمن آمن به من ناحية، وتكون وسيلة لحفظ الحياة من ناحية أخرى. وطلب سيدنا نوح من ابنه أن يركب السفينة مع من ركبوا من المؤمنين، لكنه عصى أمره وتخلف عن الركب وتخلف عن الركوب، فاستحق العقاب الذي نزل به. تعالوا مع بعض نشوف الآيات من سورة هود، الآيات من 41 لـ44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. تعالوا نشوف مع بعض شرح الآيات. نتكلم الآن يا أبنائي عن شرح هذه الآية الجميلة. وبدأ فيها إن الله تعالى أمر سيدنا نوح بصنع سفينة، وإحنا عرفنا خلاص إن السفينة دي أمر الله تعالى سيدنا نوح إن هو يبنيها حتى يبقى لتكون سبيل النجاة لمن آمن به، ولتكون وسيلة لحفظ الأنواع الأخرى من الأحياء. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر أنه هو يبني السفينة دي لينجو من العذاب هو وكل من آمن بالله من بشر وحيوانات وطيور وكل شيء حي آمن بالله. كل من آمن بالله ركب هذه السفينة تنفيذا لأمر الله. طبعا احنا خلاص اتفقنا انه هو قام بصنع السفينة وركب به
كل الناس ركب الذين آمنوا بسيدنا نوح في السفينة تنفيذا لمين يا ولاد؟ لأمر الله عز وجل، لأمر الله تعالى. وركب معه أنواع من الأحياء الأخرى. قلنا إيه الأحياء الأخرى؟ قلنا الطيور والبشر والحيوانات. وكان الله في عون المؤمنين عند سير السفينة ورسولها. وأيضا فضلت هذه السفينة في البحر حتى رست، أو حتى زي ما أنت شايف الشرح كده قدامك. وكان الله في عون المؤمنين عند سير السفينة ورسوها. ايه رسوها دي يا اولاد؟ ان هي التوقف بتاعها والسكون بتاعها، هي كانت عكس السير، الرسو والسكون والثبات. تمام يا اولاد؟ والشرح زي ما بقولك مش ان انت تحفظ، لا، احنا زي ما قلنا بالفهم، ومن خلال ان انت بتستخرج المعاني المهمة، ثم بعد ذلك تبدأ في الشرح باسلوبك. بعد كده في باقي الآيات بيقول لي: رأى نوح ابنه فدعاه للركوب معهم، ولكنه رفض وقال أنه سيلجأ لجبل يعصمه من الغرق. طبعا هنا طبعا بنشوف أحد أوجه العصيان للوالدين. فمثال ابن سيدنا نوح عندما دعاه أبوه للركوب في السفينة مع المؤمنين لأن ينجو بحياته. احنا طبعا عارفين إن اللي بيركب في السفينة بيكون إيه؟ مؤمن برسالة سيدنا نوح وبالله تعالى. تمام؟ ابن سيدنا نوح للأسف رفض وعصى أمر أبيه وقال أنه سيحتمي بجبل، تمام، لكي يحميه من الغرق. طبعا احنا عارفين ان ربنا يا ولاد قادر على كل شيء. يعني انا مثلا دلوقتي انا عصيت أمر ربنا، طبعا انا مش هعرف اهرب من ايه؟ من العذاب او من العقاب اللي ربنا هيعاقبه لي، لان ربنا طبعا مهما رحت ومهما كنت في مكان شديد، المكان الشديد ده او المكان الحصين ده مش هيمنعني من امر الله، لان طبعا ربنا قادر على كل شيء. ولكن ابن سيدنا نوح كان فاكر ان هو ممكن ينجو بهذا الجبل الذي سوف يلجأ اليه. زاد الماء واشتد عصف الرياح وعلى الموج فغرق الكفار وابن نوح، ثم أمر الله الأرض أن تبلع ماءها فبلعته. يبقى تعالوا بس كده إيه نشوف إيه اللي حصل لما ابن سيدنا نوح لجأ إلى الجبل حتى يحميه من الغرق. اشتد الماء واشتد عصف الرياح وعلى الموج، فإيه اللي حصل يا أولاد؟ غرق الكفار جميعا، وغرق ابن سيدنا نوح معهم لأنه عصى أمر أبيه. ثم أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها فبلعته، وأمر السماء أن تكف عن إنزال المطر، أي أن تتوقف عن إنزال المطر، فكفت ورست السفينة على سطح جبل. طبعا رست يعني توقفت السفينة على سطح جبل اسمه الجودي بديار بكر بالموصل. يبقى أنا هنا بقولك إن جبل الجودي ده موجود فين يا ولاد؟ بديار بكر بمكان اسمه إيه؟ الموصل. تمام؟ وحلت لعنة الله وعذابه بالقوم الظالمين. يبقى احنا كده عارفين ان كانت نهاية الظالمين وجزائهم انهم حلت بهم، اي نزلت بهم لعنة الله، وعذب الله القوم الظالمين، يبقى لعنهم الله وعذبهم. يبقى هنا ممكن اجي اسألك سؤال اقولك: هل نجا ابن سيدنا نوح من الغرق عندما لجأ إلى الجبل؟ هتقول لي إيه؟ لا، لم ينجو فغرق مع الكفار لأنه عصى أمر أبي. تعالوا نشوف مع بعض المفردات. اركبوا فيها معناها أي في السفينة، يعني يركبوا فين؟ فين يا أولاد؟ فيها دي الهاء، الضمير ده يا أولاد عايد على السفينة. سفينة مين يا أولاد؟ سفينة سيدنا نوح. معنى مرساها وقوفها على الشط. معنى معزل معزول بعيدا.
معنى لا عاصم؟ لا مانع ولا حافظ. معنى المغرقين؟ الهالكين. معنى قضى؟ تم ونفذ. معنى بسم الله؟ قائلين بسم الله ومستعينين به. معنى غفور؟ واسع المغفرة يستر الذنوب. معنى سآوة؟ سألجأ. أقلعي، لا تمطري. استوى، رست، أو ممكن أقول استقرت. مجرها، سيرها في الماء. حال، فصل. غيض الماء، ابتلعته الأرض. يعصمني من الماء، يحميني. بعدا، هلاكا. رحيم، واسع الرحمة. الجودي، اسم جبل بالموصل في العراق. تعالوا نشوف مع بعض مواطن البلاغة في الآيات الكريمة. أول حاجة عندي اركبوا فيها بسم الله. يا ولاد تعالوا كده نفتكر مع بعض، احنا قلنا ان مواطن البلاغة واحنا عارفين من سنة رابعة قلنا ان مواطن البلاغة بتنقسم لأساليب وتشبيه وتعبير. طيب هنا انا بقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اركبوا فيها بسم الله. اركبوا ده ايه؟ او هتقولي ده فعل امر، يبقى هنا بقول ان اركبوا فيها ده ممكن اقول عليه اسلوب امر، او كمان هلاقي ان في الجملة تعبير. تعبير ماله بقى؟ بيقول ان ده تعبير جميل بيدل على ضرورة الاستعانة بالله عز وجل في كل شؤوننا، في كل شؤوننا. تمام؟ يبقى انا هنا قدام تعبير جميل بيدل على ايه؟ ان انا لازم يا ولاد استعين بالله في كل شؤون او كل امور ايه؟ حياتي. خلاص؟ بعد كده عندي مجريها ومرساها. احنا عارفين ان مجريها ده يعني ايه؟ يعني سيرها في الماء. وان مرساها معناها ايه؟ مرساها يعني وقوفها، ان هي رست على جبل الجودي، اي توقفت عند ايه؟ عن جبل الجودي. طيب يبقى انا كده عندي كلمتين متضادتين، يعني كلمتين عكس بعض يا سنة ستة. خلاص؟ يبقى انا هنا عندي تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. إن ربي لغفور رحيم. أنا هنا عندي أسلوب. ليه عندي أسلوب؟ لأن أنا بدأت بإن، وأنا عارف إن إن دي للتوكيد، يبقى أنا قدام أسلوب إيه؟ أسلوب مؤكد بإن واللام، اللي هي اللام اللي فين يا سنة ستة؟ اللام اللي هي كلمة لغفور، إن واللام. يبقى أنا هنا عندي أسلوب مؤكد بإن واللام، وهو تعليل للأمر قبله. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بعد كده. عندي موج كالجبال. بصوا كده الكاف دي، احنا كنا اخدين قبل كده ان الكاف دي ايه؟ بشبه حاجة بحاجة، بشبه الموج كأنه ايه؟ كالجبال. يبقى انا هنا عندي تشبيه، بشبه هو تشبيه للموج بالجبال، يدل على قوة الامواج وعلوها. عندي كمان اركب معنا. طيب من هنا اولاد بص اركب ده ايه ده؟ ده امر. يبقى من هنا اقدر اقول اسلوب امر، غرضه ايه بقى اولاد؟ النصح والارشاد. يبقى اسلوب الامر هنا غرضه النصح والارشاد. طيب عندي كمان حاجة، ولا تكن مع الكافرين. ولا تكن مع الكافرين. لا تكن دي برضك ايه يا اولاد؟ لا 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 تكن، ده انا بنهيك عن الفعل ده.
يبقى من هنا اقدر اقول ان ده اسلوب نهي للتحذير. طب للتحذير من ايه؟ من الكفر وسوء عاقبته. طيب عندي كمان لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. طيب هنا ايه يا اولاد؟ انا هنا ممكن اقول ان انا ممكن اقول تعبير جميل، وبعد كلمة تعبير جميل يدل على دي ممكن اشرح باسلوبي يا اولاد. طب هنا ايه بقى؟ ممكن انا اقول باسلوبي تعبير يؤكد ايه بقى؟ انتوا شاطرين فعلا، نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين، بالظبط كده. طيب ايه تاني؟ يا ارض ابلعي ويا سماء اقلعي. هنا ايه يا اولاد؟ هنا في تصوير، هنا في صورة. ايه الصورة اللي عندي؟ بيقولك تصوير الارض والسماء بانسان ينادى عليه. الارض والسماء شبه تصورهم ببشر بيتنادى عليهم، وكمان بيتوجه اليهم الاوامر. من مين طيب؟ هل انا؟ لا، ده من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر، هو القادر على كل شيء. طيب ده وقت المناقشة، وأول سؤال بيجي معايا بيقول لك ماذا صنع نوح عليه السلام، ومن الذي أمره بهذا الصنع؟ أمر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام بأن يصنع سفينة لتكون سبيل النجاة لمن آمن به من ناحية، وتكون وسيلة لحفظ الحياة من ناحية أخرى. يعني هنا يا أولاد بيقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا نوح ببناء هذه السفينه. وطبعا احنا فاكرين قصه سيدنا نوح، ان سيدنا نوح كان بيبني هذه السفينه فين؟ برافو عليكم، في الصحراء. تمام. طيب طبعا الكفار كانوا بيقعدوا يستهزئوا بسيدنا نوح، لان السفينه هتمشي ازاي في الصحراء على الرمال؟ لحد ما ربنا سبحانه وتعالى زي ما شفنا في الايات امر الارض بان تفجر الماء والسماء ان تمطر. تمام. فكانت هذه السفينة سبيل النجاة لمن آمن به من ناحية، ووسيلة لحفظ الحياة من ناحية أخرى. عندي السؤال الثاني، بما أمر نوح المؤمنين بعد صنعه للسفينة؟ أمر نوح المؤمنين أن يركبوا السفينة باسم الله يكون جريها ووقوفها ورسوها، إن ربي غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين. يبقى هنا سيدنا نوح أمر المؤمنين أن يركبوا السفينة، وأن مشيها في هذه العواصف الشديدة والسيول الكثيرة والغزيرة ستكون آمنة بأمر من الله تعالى، وأن رسوها سوف يكون بأمر من الله تعالى. السؤال الثالث، بما عاقب الله قوم نوح عليه السلام؟ عاقبهم بالهلاك والغرق. السؤال الرابع، بما صورت الآية الموج، أو علامة يدل هذا التصوير؟ السؤال الرابع، بما صورت الآية الموج، وعلامة يدل هذا التصوير؟ صورت الآية الموج بالجبال، ويدل هذا التصوير على قوة الأمواج وعلوها. يبقى أول حاجة بما صورت الآية الموج، صورت الآية الموج بالجبال. طيب السؤال الجزء الثاني منه، علامة يدل هذا التصوير، التصوير ده بقى بيدل على ايه يا سنة ستة؟ يدل هذا التصوير على قوة الأمواج وعلوها. السؤال الخامس، لماذا نادى نوح ابنه؟ ناداه لينصحه بالإيمان وركوب السفينة. السؤال السادس، بماذا تصف سيدنا نوح وابنه؟ أصف سيدنا نوح بأنه رجل صالح، وبرغم كفر ابنه حركته عاطفة الأبوة أن ينادي ابنه لينقذه من الغرق، وأصف ابنه بالكفر بالله تعالى وعصيان أبيه وعدم طاعته. يبقى أنا الأول
حوصف سيدنا نوح بأنه هو إيه سنة ستة؟ رجل صالح برغم كفر ابنه حركته عاطفة الأبوة أن ينادي ابنه لينقذه من الغرق. طيب هاجي على وصف ابن سيدنا نوح، هقول إيه؟ أصفه بالكفر بالله تعالى وعصيان أبيه وعدم طاعته. السؤال السابع، لماذا عصى ابن نوح أباه وما نتيجة هذا العصيان؟ عصى ابن نوح أباه لأنه لم يؤمن بالله تعالى وبدعوة أبيه، ونتيجة هذا العصيان غرقه أي هلاكه. السؤال الثامن، ما الجمال في قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله؟ تعبير يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وعلى أن أمره نافذ. السؤال التاسع، ما النصائح التي تعلمتها من الدرس؟ الإيمان بالله تعالى والرسل والأنبياء وبما جاءوا به أمر ضروري، طاعة الأب إذا كانت في غير معصية الله من الأمور الواجبة، عدم طاعة الأب تؤدي إلى هلاك الإبن. بيجي لي هنا سؤال بيقول لي أكمل خريطة الكلمة. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الكلمة. كلمة استوت بيطلب مني هنا يا أولاد أربع حاجات، وهما النوع والمعنى والمضاد والجملة. طيب تعالى كده واحدة واحدة نشوف أول حاجة معايا إيه. أول حاجة بتبقى فوق عندي بيبقى النوع، والنوع هنا إما اسم وإما فعل. طب بص كده على الكلمة اللي قدامك، استوت. استوت هل لو وضعت لها ألف ولام تصبح اسما؟ لا. إذن هذه الكلمة فعل. طيب يبقى النوع هنا فعل. طيب ايه تاني حاجة ممكن يطلبها مني في خريطة الكلمة؟ المعنى. طيب معنى كلمة استوت، المعنى رست واستقرت، تمام. طيب ايه تالت حاجة؟ المضاد. المضاد هنا تحركت، تمام. طب اخر حاجة زي ما كنا بنتكلم بنقول الجملة. طب هنا ممكن اقول جملة ايه؟ استوت سفينة نوح على جبل الجدي. ودي مش حفظ يا ولاد، الجملة دي انت بتقدر تجيب، ممكن تجيب احسن من دي كمان من خلالك انت. طيب ننتقل الى الجزء الاخر. دلوقتي وصلنا لآخر حاجة في الدرس، وهو سؤال المتفوقين، وده بنطلب منك إجابته تكون معاك المرة القادمة إن شاء الله. السؤال بيقول، معصية الوالدين تؤدي إلى الهلاك، وضح ذلك في ضوء دراستك للنص. تمام يا أولاد، هنا مطلوب منك إن أنت تفكر كويس قبل ما تجاوب على السؤال. وبكده نكون أنهينا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.